السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم. حادث مرور خطير في هذه الأثناء كمعلومات أولية، إصابة 22 شخص من بينهم شخص محصور في حادث مرور بمنطقة صفيصفة بلدية مجاز الدشيش دائرة الحروش ولاية سكيكدا، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 8:05 من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف واصطدام حافلة لنقل المسافرين بمنزل، وتم إسعافهم في عين المكان ونقل إلى المستشفى 20 شخص مصابين بإصابات مختلفة. 2 مصابين نقلوا من طرف خواص قبل وصول الإسعافات، حيث سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدا 2 شاحنة إطفاء و1 شاحنة وسيارة إسعاف الطرقات. الله يشفيهم يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.